خطط نخلدو كجمعية مغربية لحقوق الإنسان تحت شعار نضال متواصل وحدوي لتصدي إيجاز على المكتسبات والذكرى ديال 8 مارس في تراجع تام لجميع المكتسبات اللي حققتها البشرية منذ القدم واللي حققتها لحقوق الإنسان ماشي غير في المغرب زعما منذ القديم منذ عبر مرور السنين تم الإجهاز عليها. ولا يخفى عليك المغرب بحكم دولة تبعية لدواليب صندوق النقد الدولي يحدو حدو زعما التراجع على مستوى الحقوق الشغلية للنساء تنشأ تلاحظوا زعما مؤخرا طرد تسريحات جماعية للعمال للنساء بالدعارة الجنسية الانتشار الأمية والهدر المدرسي والسيختو تفشي دائرة الحرمان المدرسة بالسيختو في العالم القروي بالنسبة للفتيات المجانية الصحية بالنسبة للدستور احنا تنطلبوا بدستور ديمقراطي زعما فيه المساواة الحرية كرامة عدالة اجتماعية المساواة الفعلية.